الهدف من هذا كما قلت اليوم الدراسة هو توعوي تحسيسي، وكذلك إيجاد حلول بديلة أو حلول وقائية. ديما نقولوا الوقاية خير من العلاج، من خلال طبعا الأسرة الموجودة معنا، أسرة التربية الموجودة معنا، أولياء التلاميذ، حتى يعطونا أسباب أولا هذه الظاهرة أو عوامل هذه الظاهرة، وذلك للقضاء على كل مظاهر الانحراف ومظاهر الفساد التي تشهد سواء على مستوى الإدارات أو على مستوى حتى من بينها وهو الغش في الامتحانات. الاقتراحات والمداخلات اللي كانت في الصميم، من بينها عدم مشاركة الأخصائيين النفسانيين في التدخلات، يعني كنا مأمنطر كنا حابين أنه نثرب اللقاء ونثرب النقاشات. العالم اليوم أصبح مليء بوسائل التكنولوجيات، وبالتالي من السابق لأوانه أن نوجه أصابع الاتهام أو نصدر حكما مسبقا لاتهام جهة معينة أنها مقصرة أو أنها سبب من أسباب الغش.